بار برعاية تونس بيت. انتم تسمعوا في اي اف ام زون سبور مع حمزة المغير. مرحبا بكم الناس الكل، موعد مجدد من اي اف ام زون سبور، نتواصل معكم من توا حتى للسبعة متاع العشية. برشا فقرات اليوم باش نحكيو فيهم، برشا مواضيع باش نحكيو على تعادل المنتخب الوطني التونسي مع بوتسوانا في إطار الجولة الثانية من تصفيات كان كوديفوار 2023. باش نرجعوا أكثر تفاصيل على المباراة هذه، باش نرجعوا فنيا وباش نرجعوا نحكيو على المباراة ككل. كيف باش نحكيو على محب من النادي الإفريقي، ممكن خبر يوجع شوية، خبر يقلق شوية، تعرض لأضرار جسدية كبيرة برشا بعد مباراة النجم، ونداء استغاثة باش تكون من عائلة المحب. هذا ملف اليوم باش نحكيو على ملف التلاعب بالنتائج وسكوت يثير الاستغراب من المسؤولين على برشا قضايا عندها معناتها برشا عوام توا، لكن ما شفناش إلى حد الآن عقوبات. باش نحكيو على ملعب المنزة وانطلاق الأشغال، قداش التكلفة نتاع الملعب هذا وقداش باش دوم الأشغال، تصريحات رئيس الملعب التونسي حول التخاذل، أثارت معناتها والجدل اللي تحكيه، باش نرجعوا له بأكثر تفاصيل، وتسليط الضوء على فرع كرة اليد بالمستقبل المرسى باش نحكيو عليه في آخر ساعتنا الثانية. هذا كل في اف ام زون سبور من توا حتى للسبعة متاع العشية. انتم تسمعوا في اي اف ام زون سبور مع حمزة المغير. نبدأ ورحبوا بالحضور، يشرفني ومنورني اليوم ضيف اي اف ام زون سبور رئيس مستقبل سكرة سيد عربي سنجرية. مرحبا بك سي عربي. مرحبا بك ومرحبا بك المستمعين. مش أول مرة في اي اف ام؟ لا مستمعين. ولد اي اف ام، كلك سوا في السبور ولا في الدوامة ولا في البرامج في البرامج الكل أكيد. خلينا نقولوا الملح اللي ما يغيب على الطعام، عرسة من عروس اي اف ام زون سبور. عصا دين وطارق عصادي، مرحبا بيك طارق. مرحبا بيك حمزة، مرحبا بكريم أخونا العربي وكل مستمعاته ومستمعي اي اف ام، إن شاء الله أمسية رايقة. إن شاء الله مرحبا بزادة باللعب ومستقبل التدريب والنجم نجم والتحليل. ولا صحيح النجم نجم النجوم كريم العواضي. كريم مرحبا. مرحبا حمزة، مرحبا المستمعين، مرحبا في عربي في طارق. حمزة عندي مداخلة صغيرة، حبيت نترحم اليوم على أخونا بولبابا صافي، الله يرحمه وينعمه، ولا يصبر عائلته وعائلة ترجي هذه التونسي. الله يرحم بولبابا. بولبابا أنا معناتها حتى أنا باش نغتنم الفرصة، خاطر كنت قريب له في 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 أوقات معناتها بعد الترجي هذه التونسي، وكان مع أحد الشركات معناتها ديجا مع سي عزيز زهير. انسان متربي برشا، انسان معناتها يحبوه الملاعبيه الكل، وانا شفنا حتى الاستاتيو على الفي على الفيسبوك لعب كنا نحكيوا عليه. كريم ممكن خلال كلمه والله انا ما نحبش ماش نحب حتى الموضوع ماش نحب جبتني مش شويه كبيره عليه، لانه انا لعب معي سنين كل صراحه لعبوا معي برشا ملاعبيه حتى من الفوق وهبطوا معنا لعبوا معنا، لكن بصراحه اخلاق عاليه، وليد متربي برشا ومتخلق ايش ما تسمعش منه كلمه عيب. صحيح، ربي يحبه وان شاء الله ربي يرحمه، وان شاء الله اجي نقول لك هو توا فرصه خلينا على الاقل نخدموه حتى هو في دار الحق. هو نداء، انا متاكد ومتاكد ومتاكد اللي عائلته رجي عائلته كبيره، وبحاول الله باش يقفوا معاه ومع عائلته، لانه هو راهو زوالي معناتها تعب بيتم معنى الكلمه. بيتم معنى الكلمه، راهو يعني عنده صغيرات وكاري وكيخدم هو معناتها بارك الله في سي عز الزوير، معناتها هو حي عمل معاه الباهي، وهو حتى متوفي عمل الباهي. بحاول الله انا عندي ثقه في عائله الترجي باش تقف مع يعني عائلته مع زوجته مع ابنائه الصغيرين، لانه يستاهل كل خير. ويجي نقول لك حاجه، راي الدنيا ذي فانيه وما هو حد يهز منها حد شيء، نقفوا معاه بالنجم واللي نقفوا معاه، لانه كله عند ربي بحوله. واضح، ما انت نحكيه ولا ما انت بصراحه ما انت زوالي برشا ومتربي برشا، الله يرحمه بالبابا. ما انت صدقني حسيت عليه برشا، انا ما انت شخصيا انا قد قربت له في فتره وعرفت شنو الطينه نتاع العبد هذا. ان شاء الله ربي يرحمه ويصبر عائلته ويصبر صغيراته والناس اللي يحبوه الكل، والعائله عائله الترجي والموسعه وعائله كره القدم الكل والرياضه في تونس. قام من القامات، ما لعبش برشا في الترجي هذا التونسي، لكن خلى بصمته في الفريق. ربي يرحمه وان شاء الله ربي يتقبله ان شاء الله، وان شاء الله في الجنه. البولبابا الصافي زاد نترحموا على شقيقه زميلنا زاد معناتها اللي توفيت خليل مهدي مجدي عفوا مجدي السعيدي زميلنا في الاخبار، ونقدموا له بحاره تعازي، وان شاء الله ربي يرحمها وربي يصبرها مع عائله كامله في منزل تميم.
إن شاء الله ربي يرحمها وربي يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين. نبدأ في نحكيه على المنتخب الوطني التونسي. أكيد كريم تفرش المباراة انتصار أو عفوا تعادل، ما نعرفوش معناتها هل يعتبر تعادل إيجابي؟ لا بحكم علاش قلنا إيجابي ولا لا بحكم السفرة، حتى معناتها سي عربي كنا نحكيه في الأوف قال معناتها متعبة برشا السفرة سخانة. شفنا معناتها نساق لكن انخفض مع الشوط الثاني، ظاهر معناتها فما تعب على الملعبية، معناتها هل هو يعتبر نتيجة نقطة إيجابية معناتها لو احنا بيهم بوتسوانا ولا لا؟ هي اوتوماتيكمون كمش نعرفوها نقطة إيجابية ولا بالريزلتا متاع غدوة مع منتخب ليبيا ومنتخب غينيا. نتصور بلي كونديسيون الموجودة كما تعرف الأفريق رحلة، راي بوتسوانا الحق انا مشيت لها بعيدة برشا، ام متون تحس حتى اليوم التيران قلق برشا وتحب ولا تكلة، تحس حتى المخاخ فاتت معناه نقولوا نحن ولاو يخموا في الكوب دي موند في التورنوا اللي جاي، معناه اوتوماتيكمون ماكش باش تلقى جوارات موتيفي 100%. مي هذا ما يعنيش اللي الكوب ده في قلت ربي باش نمشي له، وان شاء الله المباريات هذوما راهو ساعات حمزه اش يقول لك ما تلعبش مليح اما تعرف تربح. انا ما نتصورش انا في مباريات كما ذوما في كونديسيون في الافريق مع السخانه مع تيانا خايب تنجم ما تعملش ماتش كبير اما تروح بنتيجه ايجابيه، ممكن النتيجه الايجابيه اللي ديما احنا نمشيو للربح. مي اليوم هذا ما صارش، مي هذا ما يعنيش اللي الامبيونس الحاجه يمكن الباهي الكتاب ده لعب كوره تشوفها شويه حمزه ثم امبيونس به ان شاء الله الريزلتا هذه ما تدخلش في الامبيونس هذيك. واضح. طارق صحيح انه نقطه هي خارج القواعد عموما مقبوله، لكن الفوارق كبيره ما بين المنتخب التونسي ونظير بوتسواني معناتها لا مجال للمقارنه. كنا نجم نستغلوا الماتش هذا معناتها باش كيما حكى كريم نتفاداو ملاحقه نتاع المنتخب الليبي اذا عمل مفاجاه في غينيا السيوية او الرجوع نتاع منتخب غينيا السيوية اذا كنت ضمنت 6 نقاط. لكن على العموم ديما راهو كريم يعرف وكور ديما ماتشات جوان للمنتخب التونسي تاريخيه، راهو تصفيات مونديال والكوب دافريك ديما صعاب برشا لانه ملاعب في بدنه تعب وفي مخه تعب، يخمم في الراحه يخمم في العطله يخمم في الكونترا جديد، خاصه كما ناكد كلام كريم لانه ملاعب التونسي ولاعب العربي عموما تو باش يظهر روحه للمونديال وباش يخمم اكثر في ماتش نتاع تشيلي وماتش التورنوا نتاع اليابان دونك. لكن فما ملاحظات فنيه اكيد، فما في توظيف بعض اللاعبين في بعض الاختيارات اللي كانت تغريبه في عهد منذ الكبير وتتواصل الى يومنا هذا، توظيف بعض العناصر الحقيقه نجم نطوروا برشا في المردود تاع المنتخب لانه معناتها اشك فوا تقريبا من 94 ظهري حاضرين في كوب دافريك وثاني مونديال معناتها على التوالي، معناتها عندك اسمك وعندك وزنك في افريقيا، كنت نجم معناتها تخلي لومبرينت نتاعك اليوم في بوتسوانا وتربح وعينيك مغمضه وتتعدل الماتش هذا. واضح. باش نرجعوا بعد الديتاي اللي حكيت عليهم خاصه في الفورماسيون. سي العربي كيفاش شريت المباراه اليوم وشنو النقاط الايجابيه شنو النقاط اللي ريتهم سلبيه اليوم؟ والله انا كما قال كريم بوتسوانا والديبلاسمون بعيد برشا بصراحه، وكيب تلعب نهار خميس وتعاود تلعب نهار احد في بوتسوانا معناتها تعب كبير ياسر في الاخر هما يعني عبيد. وثانيا انا شفت معناتها حتى التشكيله نتاع المنتخب يعني حتى الكاليتي معناتها نتاع لي جوار باهيه خير نتصورها، حتى فيها برمضان فيها معلول من الاول فيها بالعربي فيها يعني فما لعبيه باهيه. لكن نجي نقول لك انا حاجه، ربما حقيقة الميدان هي تكون هو تعطيك صحيح سخانة تعب نتاع ملعبية ماتش معناتها ما ربما فما أوقات معينة تونس ما نجمتش تربع نقول لك أنا ما نخسر زادة جاتو جي زوز ولا ثلاثة كور ما حبتش فما زوز كور على البارز ممكن كانت ماركات ربما كنا نتبدلوا الكلام. لكن في المجمل ديبلاسمون في بوتسوانا تشوفوا صعيب شوية حتى فما ناس تجيب منه نول ان شاء الله النقطه دي اننا تكون باهيه في المستقبل، وانا نتصور ماشي في ثنيه صحيحه وسي جلال قادري ربما زاد دور الفكتيف وذا واضح. انا باش نخرجوا فاصل باش نرجعوا نحكيوا فنيا على المباراه، باش نحكيوا خاصه على علي العابدي اللي يلعب مش في البوست نتاعو، شفناه في اخر مباراه غينيا الاستوائية يلعب بعد خروج الاضطراري لمحمد دراجر لعب في البوست هذه، تغيير برشا نقدوا برشا على فراس بالعربي
معناتها اللي قاعد يعمل في روندمون مزيان برشا معناتها وتحفون برشا كل كسوة مباراة الأولى ولا الثانية علاش يتم تغييره باش نرجعوا بالديتاي دوما للكل لكن بعد الفصلة مع حمزة المغير. رجعنا لكم مستمعينا مرحبا بكم الناس كل ما زلنا نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي ونحكيوا على الفورماسيون اللي هبط فيها جلال القادري في حراسة المرمى بشير بن سعيد على اليمين علي العابدي على اليسار علي معلول في الأكس كل من منصر طالبي وبلال العيفة قدامهم تريو وسط الميدان العيدوني برمضان وسليتي والتريو الأمامي فراس بالعربي عصام جبالي وسيف الدين الجزيري تحكي برشا على الشواء متاع كريم متاع علي العابدي على الجهة اليمنى كما قلنا علي العابدي لعب في آخر مباراة غينيا الاستوائية بعد خروج الاضطراري اليوم كأساسي في معناتها على اليمين كظهير أيمن هل معناتها فمش شواء آخر كان ينجم يتعمل حتى في الليست من الأول معناتها في الليست اللي فمش جوار آخر معناتها عنده بلاصة على الجهة اليمنى ينجم يكون مثل في صورة إصابة محمد دراجر ينجم يكون عندك معناتها جوار دي كلوار ولا معناتها ظهير أيمن معناتها بصفة عامة نحن يمكن البريود الاخر ديما بقات مشكلتنا الظهير الايمن كل مره يجي معنا بقات لسامي الدور اللي بين محمد دراجر ووجدي كشريده حمزه مثلوث وجدي كشريده مش موجود حمزه مثلوثي مش موجود دراجر مصاب يلزمنا نرجع شويه زاد علي العابدي راه في جامعيته بريسك اكثر من 60% من السيزون اللي لعبها لعب ظهير ايمن صح ولا تعرف في كو يعني معظم ماتشات ولعبهم ظهير ايمن وانت كان تشوف مباراة غينيا حتى كي تحط على الشارع اليمين كان افيكاس خير من الشارع اليسار مي هذا ما يعنيش اما مقلق خاطر انا ريتو وانا كنت حاضر في المباراة معناتها مباراة الاولى يحط كرة معناتها يمشي يعاون برشا قدام ديفونسيف مو علي العابدي معناتها خلينا نقولوا يعاون برشا اوفونسيف معناتها في الكوتي اوفونسيف ديما يحاول يحط كرة على ساقي معناتها ذيك معناتها نعرفوه هو لاعب يساري انت باش تقلق كومي اي باش تخسر وقت اي تخسر وقت مي هذا ما يعنيش اللي ديما نقول لك ساعات اللي شويه يفرضوا عليك يمكن علي العابدي ديما نقول لك انا كورت معه ونعرفه فيزيك مو قوي تبارك الله عليه تبارك الله عليه بقى لي شوا ما نتصورش جوار قريب ينجم يلعب ظهير ايمن بعد محمد دراجر شكون باش تلعب ما فهمتش باش ترجع الكل غايبين نجاز وكذا ترجع بلال العيفه بلال العيفه تي تعرف ما عادش نجم يلعب لك في الكلوار معناها نتصور الحل الوحيد يلزمك تمشي له على العابدي هي في المونديال مثال ما نعرفش نجم لا نحن مازلنا اكزامبل اكزامبل في يان فاليري اللي يلعب في السوبر معناتها دليل انه اللي طار فني مستعرف اللي هو غلطه راهو مش مع تجور ديميتي تحطه معناتها على ساقه مش صحيحه ممكن في الكوره في العالم كريم يحط لك اكسونتري كولوار يعمل يكسر ويشوط اما معناتها ظهير مع غير حتى في دورته في الديفنسيف مو بشي يلقى صعوبه هي معناها راهو هذا صدف ولا مفارقات حطتنا اليوم اما هذا لكن يخلي لك اش خدمت في العشر سنين هذوم معناتها ما خرج حتى شيء حمزه العقربي مش يلعب بانتظام رائد الفادع كيف في الترجي في النادي الصفاقسي معروف ديو ديبا في النجم الساحلي زاد جزائري ما فما حتى حد يعني هذه مشكل اليوم تترح مع هذا المهاجمين تو نحكيوا عليهم والأروقة على مشكل كبير والحقيقة حاجة تقلق وما تفرحش كي منتخب وطني تحط لاعب على هو قام بالواجب ويعطيه الصحة على ساقية مع 10 سنين فاش تخدم انت في الإدارة الفنية وفي الاستاجيات ومنتخب أولمبي ومركز برج السدرية ومستشار وطني ومدير فني وطني مع تعجز انك بتجيب لي مدرب بتجيب لي ظهير وتو تجري ورا يان فاليري اللي في مشكله في التجنيس ورفض باش يجينا عامل تالي وتو معناتها الرزن الكل نتاع الاداره الفنيه والفيدراسيون ماشي يفوض فيه مع كل احترام ليه نجم يكون كفو اما راه الطريقه هذه معناتها انه نجي ورا ملاعب وفا حتى استنقاص الملاعب اللي معدي لك الباركور نتاع 6 شهور ولا اعلم بيه ونلعب بالمونديال وتصفيات في الاخر يجي واحد حاضر يذكرني في دافيد جمالي مع حاتم طرابلسي ونيس العياري معناتها فسخهم الزوز ودخلها بعضها وقت روجي لومير وتفرض علينا دافيد جمالي ديبوي ماهوش موجود واضح هذا ما يعنيش حمزه زاد ما نكذبوش على روحنا يمكن الناس كل كنا نستناو في وجدي كشريده يمكن وجدي كشريده البريود الاخر ما يلعبش في جامعته كيف محمد دراجر معناها كان سيرتو عمل البطوله العربيه ممتازه من بعد رجع لجامعته كيف قاعد يعطي في روندمون كبير فهمت هذا ما يعنيش كانت ديما نقولوا
في المنتخب التونسي يلزم اوتوماتيكمون معناها الدوبلور والتيتولير متقاربين متقاربين برشا مش متقاربين مهمة جملة تكون متقاربين برشا البديل مهماش صحيح معناها ان شاء الله ان شاء الله يلقاو حل خاطر ما لازمنا زاد حمزة اخويا زوز ماتشات هذوما انا نخدم روبير خاطر هو ابارتير من التورنوا اللي باش تصير ما داخله ما داخله كوميم داخله في التحضيرات هو صحيح كاليفيكاسيون معناتها تحضيرات حمزه باش نبداو واضحين تحضيرات مش هذا الريتم اللي مش نلعبوا به هذا ما نكذبوش على الواحد مش هذا الريتم مش نلعبوا لا اما بزيد ماتش معناتها بزيد ماتش الجولات مع بعضها خويا حمزه الماتشات هذوما راني انا حسب فاهم شوية للكور راهي مضرتهم أكثر من نفع متاح لا لا معك كريم لأنه حتى مع السيد وديع الجري عمل الضغط مع رئيس الاتحاد المغربي باش ينقص الماتشوات متاع الكان وتلعب تورنوا هذه جورني فيفا خاطر معاش فما فرصة أخرى كان في سبتمبر معناها حتى جامعة بيدها واعي لكونه نسق كما حكي كريم لا مجال مقارنة بين الماتشوات غينيا الاستوائية اللي معناتها منافس كلاسيكي في السنوات الأخيرة ومنتخب بوتسوانا وليبيا مع كل احترام ليهم بارابور اللي باش تلقاه في المونديال احنا معناتها تبقينا نهارين نتندروا بالمستوى نتاع الدنمارك وفرنسا وخايفين مع طايحين قبل الضربه دونك خدمه مونتال وخدمه كوره وبرشا حاجات بصراحه انا خايف انا كان خايف برشا انا بصراحه بعد الماتش هذاك لا العب العب لعبه جوست كلمه واحده اخوي العربي على الـ على الـ على طول السفره راهو بوتسوانا نهارين تيري كانت في ليبيا معناتها ادوبا معناتها نفس الوضعيه وبالعكس عامل علينا الروتور اكثر منه هو باش نبداو واضحين راهو حتى الملاعب وكريم يعرف راهو موتالمون مش كيما ربما تصفيات كاس افريقيا كيما الماتش هويت دائما اللي ماشيين في تورنوا لا تورنوا هذه اللي ماشيين لها ماهوش باش الملاعب تلقاه مركز لانه في مخه ليكيبات اللي باش يلعب لها باش يلقاها في كوب دو موند يعني باش يعطي 100% ممكن الدوره هذه اللي قادمه باش نعرفوا منها برشا حاجات سواء سلبيه سواء ايجابيه. يا اما اللي تحكي فيه السي العربي غالط راه. كيفاه؟ على خاطر كنت ايكيب ناسيونال اوتوماتيكمون ما ماكش باش تخمم في الادفيرسير ساعات ساعات من الادفيرسير يعملك موتيفاسيون من غير ما تشوف هذا اش نحكيو فينا اي اما انت كيف ماشي باش تلعب كونتر الشيلي كيف تلعب كونتر لا لازمك تعطي علينا بكري قلت لك ساعات خمم ماتشوات في الافريق ماكش باش تلعبهم بالكدا لازمك تروح بريزولتا به فهمت عندك الكره تعرف فيها مش كيف ما انا قلت لك التركيز التركيز تشوف انت تتفرج والله يا سي العرب هذاك عندنا نحن العرب موجودة أنا نحكي موجودة ولا مش موجودة حتى جمعية ساعات تلقى جمعية صغيرة تلقاها تلعب مع نفس الديفزيون تاع الجمعية ماهوش نفس الروندمونك تلعب مع كيب كبيرة كيما ترجي والكلوب تلقى حتى الوليدات هذاكم تلقى موتيفي توا باش تلقى كونتر التورنوا هذيا باش نشوفوا ربما برشا ملعبية على حقيقتهم لأنه اللي باش يراوه تقريبا قريب برشا اللي باش يراوه في المونديال وتوا أنا قلت لك أنا التورنوا هاي جاية باش نعرفوا منها برشا سلبيات وبرشا ايجابيات وكما قال كريم مش هذه الجمعيه باش نصدموا بها الكوب دو موند لازم برشا تصليح حمزه راه باش نعرفوا بها مستوانا مع المنافس الثالث ما اكثرش لانه بيرو مو اذا تعديت شبلها شيلي واستراليا اذا تعديت شبلها اليابان تقريبا مع تديم البراج ما بين اسيا واستراليا يعني ما الفريق الثالث هذا مش عطينا مستوانا تقريبي معاه لكن الصحاح لازم تلعب مع البرتغال لازم تلعب مع اسبانيا حاجه كيما ليغل مانت المنتخبات اللي في نيفو نتاع هو ما فماش منتخب بيدونتيك مع منتخب اي حمزه نرجع شويه 2018 هذول لعبنا مع ربحنا كرواتيا البرتغال تعادلنا لعبنا مع تركيا لعبنا مع اسبانيا وربحنا كرواتيا وربحنا كرواتيا معنا ورينا وجه كبير فهمت ماذا ديما نقول لك ساعات راه ثم زاد ماتشوات حمزه حتى يبداو سهلين تربح بهم الامبيونس والكونفيونس نتاع الجوارات انت كي تربح ماتشك تربح اربعه ولا خمسه اللي زاد تاكاهم ماركيو هذا اللي نحكي عليه وكلها تولي عرفتك داخله بالروح نتاع رانا ربحنا سكور وانا ماركيت وانت ماركيت تمشي بثقه كبيره فهمت من ديما نحن مانيش باش نلقاو اعذار راهو مين زاد ما يعنيش كما قال طارق بكري اللي راهي الرحله هذه طارق صعيبه برشا صعيبه رانا عبيد فهمت إيه كيف لا معاك يعني طارق صعيب دي بلاسمون صعيب صراحه طارق على المستوى يعني معناتها انسان يلعب خميس ويسافر انا عشر جمعه سافر ولا جمعه غدا من غدا الصباح شوف قداش قاعدوا في الطياره وشوف قداش 12 ساعه في الاخر بشر يعني في السخانه كيما كيكا في تيران ماهوش ما
هذا النتيجة نعتبرها عادية. وفي نهاية موسم. أي وفي نهاية موسم. يعني جاك. نهاية موسم كبير خاصة. نحبوا نعرفوا مستوانا الحقيقي مع بوتسوانا. توفر الرطور بحول الله في رادس. نعرفوا لكن الديبلاسمون كذا راهو صعيب ماهوش سهل. واضح. خلينا نحكيوا شوية على التغييرات ونختموا نذكروا قوس المنتخب الوطني التونسي. تغييرات فرجاني ساسي خذا مكان عصام جبالي في الدقيقة 46، في الدقيقة 68 ياسر العاشوري مكان فراس بالعربي، الخنيسي مكان الجزيري، وينيس بن سليمان مكان برمضان، حنبع المجبري خذا مكان نعيم السليتي في الدقيقة معناتها بعد في الوقت الضائع. معناتها رايكم في التغييرات الكوتشينج نتاع جلال القادري كريم؟ نحكي معك انت برشا كريم، ما انك انت معناتها فنيا معناتها تقارش مباراتي وقريب. التغييرات عادية حتى الخطة معناتها جلال القادري بدا بخطة كمل بخطة، بدا 4-4-2 كمل 4-3-3. والله شو نقول لك معناها اوتوماتيكمون يمكن عصام جبالي انا الناس الكل معناها وانا شخصيا معناها كان جست اخر من وانا شخصيا معناها نحبوا ياخذ فرصه اكثر من اللي قاعد ياخذ فيها. يمكن عصام جبالي قاعد يوري في وجهه ممتاز سيرتو في الدنمارك. ساعات ديما نقول راهو لي كونديسيون نتاع الاوروب همش هما نفسهم نتاع الافريق. مي هذا ما يعنيش اللي التغييرات نصورهم عاديه. يمكن ديما نقول راو ساعات باش ينسيك في الجوار اللي خرجته الجوار اللي دخلته نفس اللي صار ماتش غيني الاستواي. ساعات كي يدخل الجزيري ماركا ينسيك ماركا ينسيك في اللي خرجته. فهمت؟ يمكن اللي دخله صحيح ما عطاوش الاضافه اللي كانت الناس كل تستنى منهم. مي الحمد لله اول حاجه اللي جولات كل خرجت لاباس ما فماش اصابات. وكما قلت لك معناها هذه صفحه بتتويت وفما مباريات نصور اهم من المباراه هذه. حمزه عيسى العيدوني عيسى العيدوني يمكن البريود الاخر مش نحكي عليه الماتش هذا البريود الاخر ابارتي من ماتش مالي ونحن جايين قاعد يعمل في روندمون كبير قاعد يوري في برشا جرينتا. ربي يبقى عليه الستر. وديما نقول انا يمكن وسط الميدان الحمد لله يمكن عدنا لشواء برجوع الياس برجوع غيلان فرجاني سليمان كيف برمضان ان شاء الله الشواء هذوما نلقاهم القدام ان شاء الله. دونك في انتظار مباراه غدوه بين ليبيا وغينيا الاستوائيه. دونك تونس في المركز الاول باربع نقاط، ليبيا الثانيه بثلاث نقاط. ان شاء الله الغدوه النتيجه تكون لصالحنا معناتها ليبيا بثلاث نقاط، بوتسوانا بنقطه وحيده، وغينيا الاستوائيه بصفر. من النقاط هذا المقابلات ككل في انتظار بقيه المقابلات. نبدلوا الموضوع باش نحكيوا كاس تونس. كاس تونس نعطيكم النتائج معناتها اللي نتاع المقابلات والبروجرام تاع الدور القادم. نادي المجازي كان انهزم على اتحاد المنسيري 2-0، نجم متلوي انهزم مع سي اس اس 3-0، مستقبل السبيخه انهزم مع اتحاد بن قردان 3-1، زيتونه الشماخ انهزمت مع الترجي 3-0، النادي الافريقي فاز على النجم الساحلي 1-0، الاتحاد الرياضي القرطاجيني كان انهزم مع مستقبل مرسى 4-0، نادي البنزرتي فاز على الملعب التونسي 3-0، هلال الشابه فاز على الاولمبي البيجي 2-0، امل حفوز فاز على النهوض الرياضي بسيدي علوان 3-1، الترجي الرياضي الكريبي فاز على مستقبل قاسرين 2-1، امل حمصوصه تعادل 0-0 مقابل مع مستقبل رجيش، وتاهل رجيش بركلات الترجيح 3-2، نادي حمام لنف كان فاز معناتها ربح بالغياب المرجان الرياضي بتبرقه، شبيبه ماجل بالعباس انهزمت مع هلال مساكن 2-1، توقفت مباراة في الدقيقه 103 بسبب اجتياح الميدان من قبل الجماهير احتجاجا على قرارات الحكم. اتحاد تطاوين فاز 3-1 على مكارم مهديه، مستقبل سليمان انهزمت مع ترجي رجيس 2-1، نادي تاكلسا تعادل 3-3 مع نجم الفحص، وترشح نادي تاكلسا بركلات ترجيح 4-3. دونك نعطيكم بروغرام الدور الثمن النهائي اللي تلعبوا بعد غدوه وبعد غدوتين في الملعب الكريب الاصطناعي. ترجي رياضي الكريبي يواجه مستقبل المرسى، في بنزرت 15 اكتوبر النادي الرياضي بنزرتي يواجه نادي حمام لنف، في الشاب هلال رياضي الشاب يلعب مع ترجي رياضي الجرجيسي، وفي حفوز الامر رياضي بحفوز يستضيف الاتحاد الرياضي بن قردان. هذوما مباريات نهار 3، مباريات نهار 4 في تاكلسا المستقبل او نادي الرياضي بتاكلسا يستضيف نادي الافريقي، في المهديه مستقبل رجيش يستضيف الاتحاد المنستيري، تطاوين
تواجه نادي صفاقسي وفي مساكن الهلال الرياضي بمساكن يستضيف الترجي الرياضي التونسي. كل واحد يعطيني كونكليزيون على فمشي معناتها خلينا نقولوا في النتائج فمشي دي سوربريز فمشي مفاجئات زاد حظوظ الفرق معناتها زاد في المقابلات قدامكم المقابلات نتاع الدور القادم دو معك كريم هارد لاك ساعة الملعب التونسي باش تحكي لنا شويه انت معناتها اكثر تتعمق شويه مباراه ملعب تونسي ونادي البنزرتي. باش نقول لك مفاجئات الحق ما فماش مفاجئات يمكن ملعب تونسي ونادي البنزرتي مش مفاجئه البنزرتي مفاجاه لا ممكن يلزم ثم حاجز من فمه حمزه لي كونديسيون اللي حضرت بها ماتشول نتصور صحيح الملعب التونسي كانت عنده برشا غيابات انت نادي الرياضي البنزرتي كيف كيف حتى الرجوع نتاع الانترنمون كان صعيب عليهم كيف كيف معناه يمكن المباراة هذيك نادي الرياضي البنزرتي كان افيكاس على الملعب التونسي استحق الانتصار نتاعو. المباراة الاخرى يمكن ما فماش حاجه حمزه فماش حاجه اللي صحيت معناها نتصور مباراة يمكن جرجيس وسليمان امتى بحكم جرجيس كانت متاخره في كانت متاخره واحده بلاش وراجعه بعد رجعه وممكن زاد حمزه زاد الوقت نتاع المباريات كان صعيب سورتو على الجمعيات اللي اكزامبل على الملعب التونسي نحكي راحه ومن بعد تعاود تلعب ومن بعد راحه مده طويله بعد تعاود تلعب يمكن العباد من بعد مباراه بعد مباراه قربه اللي ضمننا فيها طلوع المخاخ ما عادش موجود واضح يلا طارق لا ما فماش مفاجات لانه هي تتلغى اليا الفوارق راهو في ماتشات الكوب ممكن المفاجاه الوحيده هي التصريح نتاع السيد رئيس الملعب التونسي الحقيقه مش ما نتعمقوش ياسر نقولوا كلام مسيء احنا اللي جاي معناتها تامر اللي تامر باش نحكيو عليه اكثر منه مسيء لتاريخ الملعب التونسي اكثر منه للملاعبية ولا طرفين الناس تعرف انه بول نتاع الاخلاق نتاعهم عطينا كونكليزيون اللي ما سمعوش التصريح طارق لكونه هو كانت فما رده فعل عاديه جدا وغاضبه من جماهير الملعب التونسي اللي حضرت غادي ونحيو زاد جماهير نادي البنزرتي اللي استقبلتها وخلتها تدخل في الـ في, الـ في نفس الجرادان وكان جو ممتاز هذا الجانب الاول معناها كانوا مع بعضهم جمهور الملعب التونسي استغرب نتيجه 3 بلاش عادي رده فعل غاضبه من فريق معناتها عريق ورجع للرابطه الاولى فما كان الا انه رئيس النادي بجرد قلم معناتها نحى المسؤوليه كامله ونعدت الملاعبيه بالمرتزقه ما انت سامحني مع قال وصف اللاعبين بالمرتزقه وقال معناتها المدرب نتاع رابطه ثانيه ماهوش نتاع رابطه الاولى هدد الناس كل من الملاعبيه يفوض فيه على البقاء معناتها وكان يفوض انه 6 ولا 7 لاعبين خلينا نكمل الكونكليزيون باش معناتها نعطيك رجع الكلمه اللي كنت هدد بالانسحاب في صوره عدم خلاص خطايا اللي سبب في الملعب الانتداب وقال معناتها برشا فوضى في الملعب التونسي رغم الصعود هذا في الديكلاراسيون في فوت 24 معناتها الحوار اللي عمله صحيح بون والله الحقيقه اشوف انه باش نشخصنوه معناتها في مثل سعود في كريم العواضي ولا لطفي القادري ولا نور الدين بالبريك معناتها ثم استهداف لعباد اخرى مثلا مرحوم عادل بوعلاك اللي ما سمعناش لعباد برشا حكيت عليه ومعناتها من الناس الغيوره على الملعب التونسي وكان جا حي وما تصورش يجرب باش يحكي الكلام هذا معناتها عباد ضحات صحيح تقول انت طاح معاه الملعب التونسي هذاك قانون اللعبه تحت اليوفي تحت فرق اللي هي ورجعت وبالعكس يحسب الملاعبيه صبري العماري ولا مسعدي ولا هلال ولا غيره ولا الاولاد معناتها بقاو كملوا رفيق المدنيني برشا ملاعبيه كملوا طارق فما جواريات ما حبوش يبقاو مشاء ايه ومالا تحترم الستة على الاقل ولا سبعة اللي كملوا لك السيزون وقت اللي جاء عمناه ولا هنا بحذانا مع مين جلنزا كان يحكي على ظلم للملعب التونسي تو رجع يحمل فيهم هو المسؤوليه الحقيقه معناتها التصريح متعجرف اقل شيء قال عليه السيد نور الدين بالبريك اللي نحترمه شخصه لكن معناتها وظيفيا ارتكب خطا كبير برشا تحكي على مالا رونالدو لعب في 4 كيبات ولا 5 تسميه مرتزق ولا ارتورو اللي لعب في بايرن لعب في لنت الحقيقه زايد برشا شوف في شويه كريم انا في الموضوع هذا معناتها لا هو تعرف هو تعرف عقد في الجامعه هو تعرف لكن معناتها باش يعطي رايه من بعد معناتها بكل امانه لانه برميل الملاعبيه اللي خلينا نقول والله لو خاطروا معانا لحد شيء الوقف رجال وانا نعرف لي كوليس ونعرف من الملاعبيه اللي معناتها كريم يتعامل عليهم ومن الملاعبيه اللي ممكن مشات وما سيبتش الملعب التونسي سيرتو بعد البراج اللي ما نجحش خاصه باركونت معناتها برشا عباد باهي خلينا ناخذ رئيس عربي انت رئيس ومعناتها وتعرف لي ديكلاراسيون دوما ينجموا يقلقوا برشا
ينجم. ما انت عندك ملاعبيه قبلين نحكيو على ابو الباب الله يرحمه في حتى في الليكوليس كيفاش كانت المعاملات وكيفاش ما انت هو كان يحبك انت كنت تحبه. ما انت هذه علاقه بين رئيس ولاعب. اليوم رئيس يسمح لروحه مع احتراماتي للشخص كما قلت ماناش نشخصنه لكن يسمح لروحه يقول ملاعبيه مرتزقه اخويا ما فهمش دليل فما حاجه ما انت فما حاجه ملموسه اخرج تكلم فيها الحاجه الملموسه دي ما تقولش كلام كيك على الملاعبين. رايك في تصريح الرئيس؟ هو قبل تصريح الرئيس وجد واضحين هذا الدور 16 غير عادل وهذا عباره تسير عشوائي من جامعه تونسيه لكره قدم لان فما جمعيات عندها شهر ونص من وقفات البطوله نادي المجازي ونادي الكرتاجي والكريب وبرشا الكريب من مارس رن. اخي نحن تصور جمعيات اي واش نحكي لك انا ماشي قالك فهمك حاجه انا اش قلت لك قلت لك هذايا الدور 16 غير عادل وهذا استهزاء بالفرق. نورمالمون جامعه تونسيه كره قدم نوقفوا الكوب وقت اللي تبدا الناس تاع بريباراسيون ونعملوه كما العاده ونعاودوا تبدا الناس حاضره الناس كل كما نقولوا فيها نفس الخط. اما تجي انت تلقى جمعيه عندها شهر ونص مرتاحه وتجي تلعبها انت كما تو نحكيو هاني من عرفش انا سيدا علوان مثلا ولا شو اسمه النادي المجازي مع المستير والله يصدقني النادي المجازي صعدت راهي للرابطه ثالثه مستويح وعندها فريق ممتاز جد كان جات معناتها كانت تترينا وكانت حاضر ممكن كانت تكون ربما حتى النتيجه راهي عندنا فما جمعيات ربما تقول انت في رابطه ثالث رانا فما جمعيات ممتازين جدا والناس تخدم في خدمه كبيره تو كيما هذه نادي تكلسة هي في الرابطه الجهويه وما صعدتش لعبت براج وما صعدتش مع مزريلي وبرشا ملاعبيها صحيت لكن فريق ممتاز جدا فريق ما فيه ملاعبيه كبار لعبوا في يعني جمعيات كبرى ولا تجي انت معناتها تستهزئ بهم تلعبهم. نورمالمون هذه الغلطه الكبيره من الجامعه التونسيه نورمالمون ما نلعبش يا اخوي لعب الناس كل كيف كيف هذه اللي هذا النظام راه مش موجود في الكاس موجود حتى في البطوله سي طارق لانه البطوله نلعبوا في خمسه ماتشات عليه وخمسه روتور يعني في الجوله الثالثه فما جمعيات في الجوله الثالثه والرابعه تحت عادة كان جبدنا موضوع في موضوع النادي الأولمبي للنقل مثلا 12 سنة ويحارب من أجل الصعود للرابطة الثانية عمل 10 جولات وروح ولا ما صار من الجولة الخامسة ده النادي الأولمبي للنقل رمى المنديل طاح يعني بعد ما نقش مدام سيرين صرفت برشا فلوس وتعبت ناس باش طلعتها في جولة هذه نظام بطولة غلط وكملها وخلت عليها نظام الكاس لأنه ربما نظام الكاس الناس ما تكلمش لأنه برشا جمعية تقول لك أنا مش متاعي الكاس ما غلط أعطي كل الناس حقها وفي البطولة حقها ممكن الفريق اللي فهم قدر شوية ولا مرجان تبرقة ولا مرجان تبرقة مرجان تبرقة هاي تخيخة مش نعطيك اكزامبل عن مرجان تبرقة كان صعد كان لولين مش يصعد للرابطة الأولى توا روح للرابطة الثانية عمناول والسجنين طالع للرابطة الثانية قفصة جدا لا سجنين طالع للرابطة الثانية تصور كانت لولانية مازالوا دو جورني على التوفا شامبيونال تحل الرابطه الثانيه وعسنازة تحت الرابطه الجهوي الملعب يعني القيبسي عم ناول بعد حاجات ما هيش معقول رغم ما يلزمش الناس تسكت هم صادقوا سامحني تو في الانفيريور حكيت عليها حمزه تذكر الانفيريور ليس الانفيريور بتاع غردي مجموعه غردي ماو وبرج العامري معناتها راهو تحطت على كارت باش تطلع زوز كيبات اخرين والله ايش نقولك باش نبداو واضحين هذه انت تو الثلاث ممكن صدقتوا عليها زوز فرق ولا لا مش دقيقه باش نحكي هو راه باش نبداو واضحين فما بي في راه برشا تخلوا يثروا فما بي في في رابط بنزرت يعني لولانيه من البولاذيه ولولانيه البولاذيه مش يلعبوا براش اللي هما المتلين وغاردي ماو منين جات برج العامر اخويا من قرار مكتب جمعي انا عملته ايه الفرق تصدقت شكون الفرق صادق الفرق صادق لا سامحني ولا شنو قرار مسلم لا سامحني صار شويه قال لك يعني خلافات في الرابطه وخرجت الامور حتى على مستوى الرابطه برشا تخلويد على سيده من موجو ورئيس رابطه بنزرت صحيت ولا نسقوا ودخلوا زوج جمعيات اخرين اللي هي برج العامري ونعرفش منزل جميل منزل جميل معناتها والله ظلمت فيها شو اسمها متلين وغردمان وذعيب خويا ما فما بي في وصحنا عليه والعام نمشيو فيه شنو ندخلوا اني قلت لك دخلنا في التسير العشوائي اللي نحكي لك عليه حتى على مستوى البطوله ونحكي على تو نرجعوا للتصريح نتاع رئيس الملعب التونسي ربما حتى كان حتى نقولوا شو ما يجيش هكاك يعني فما ناس لعبت معاك ورجعتك للبلاصه اللي انت فيها والملعب التونسي لو طلع عن جدارة
اللي هو عندهم تريبوني كيب يعني ما قال يعني فرحوا ورجعوه البلاستو كما نقولوا فيه ليه والملاعبين اللي تحكي عليهم اللي تحكي عليهم عايز عربي واش رجع كلمه معناتها كما انت قلت ملاعبيه معناتها مرتد هما اللي خلوك تفرح هما اللي خلوك انت كخطوه اولى رجعوا له رجعوا الملعب التونسي البلاستو ماتش كوب ستاتونيزيا عندها شهر وشهر ونص ديجا فما نقول لك انا 80% مخاخهم مش عليهم يشوفوا في كونتراتيواتهم اللي هذا يشوف في مستقبله سواء في تونس سواء برا تجيبوا انت ترانيه جمع على 10 ايام ولا 15 يوم وتهزوا تحبوا يربح لك ماتش هذا ماتش كوب انت ساعه من اهدافك الكوب مش من اهدافك من اهدافك اللي هو الصعود ورجع الفريق للرابطه اللي في العربي تعرف الرابطه الثانية قد ايش صعيب نقولك الجمعيات اللي طاح اصعب والله باش نقولك انا حاجه واش الرابطه الثانية والله فما فرق تو في الناسيونال كان تيح للرابطه الثالث والله لا تنجم ترجع والله لا تنجم ترجع ماتش واضحه في العربي وانت معك جواريت نحكي الكام تاع احسن لاعب واحسن هداف احسن ضيريم معناه وهزولك حتى البطولة تهربتها الثالثة قبل بجمعة باهين وتبوس فيها متعنق وتهز في الكوب توا وليت بعد بجمعة وليت مش باهين ربي يهديه ربما ربما من رئيس الرئيس شنو توجه له رسالة ما شنو تقول له ما يجيش بكل صراحة ما يجيش وربما حتى كان عندك نية في المغادرة خلي بلاستك باهية كيما دخلت ورجعتها لبلاستها خلي روحك كبير لأنه تصريح كيكاية يصغر بيهم بصراحة واضح كريم خلنا نحكي انا ما نحبش نحكي فيه برشا اي معناتها انت كلاعب يمسك تصريح كيما يعني اكيد باش يمسك مي لا عمرنا ما كنا مرتزق على خاطر الملعب التونسي انا نحكي الكام تاعي انا على خاطر الملعب التونسي نعمل كل شيء ميساش خليني مرتزق على خاطر الملعب التونسي وراهو ثم حاجات مش انا مش نقولوا انا مش نقول على خاطر الملعب التونسي وجماهير الملعب التونسي وكبارات الملعب التونسي انت تعرفوا تبارك الله وتاريخ ملعب التونسي انا فما حاجات راهو مش كل شيء يتقال في الميديا صحيح راهو سي نور الدين مش كل واحد بياخذ حقه سي نور الدين زادت تعب السنه وجوارات تعبت وصطافة تعب والناس الكل تعبت مي مش كل شيء راهو يتقال في الميديا ربي يهدي وراي الملعب التونسي كبيره بكريم وبلا كريم وراي تبقى ديما كبيرة وعريقة وبجمهورها خاطر انا عشت يمكن حاجات السنة عمري ما عشتهم شفت الفرحة متاع العباد معايا كيفاه اخويا حمزة خيلي من كل شيء وان شاء الله اللي قدرنا نعملوه الملعب التونسي عملناه ورانا مازلنا نعمله اكثر من هكا واضح واضح نصور برشا دي رياكسيون باش يصيروا من الملعبية معناتها حتى اللي ما كان ممكن باش يخممش في المغادرة نجم يغادر في ديكلاراسيون كيما هكا طارق معناتها هو مرتبط ببقاء الرئيس ولا لا خاطر هو بيدو ألمح وسمعت زاد معاذ بن ميم اللي قال ممكن الرئيس مش باش يبقى لكن فما ملاعبيه عملت معناتها عقود وهذا حق المشروع سامحني معناتها كيما انت اليوم هو بيدو قال جبت ثلاثه ملاعبيه صحت لهم في الديدار معناها يا اخي انت ما فكيتش ملاعبيه من جمعيات اخرى هذاك قانون اللعبه معناتها نعد زايد ونقدروا جهوده ورمى روحه في معناتها ما بين قوسين محرقه وقت كان الملعب التونسي في الرابطه الثانيه والناس كلها وخرت بعد موسم صعيب برشا ودفع وحط الفلوس ويعطيه الصحة ومشكور لأنه رجع له معناتها الانتماء للملعب التونسي اللي خرج منه كان لاعب مضروب مشي لبلجيكا لكن المانيير اللي تكلم نجم يكون عندك 5000 احتراز على كريم العواذي ولا على لطفي القادر ولا على إكس لكن تحكي معاه كما صححت له معناتها صححتلوش أمام العلن حكيت معاه في نيجوسياسيون في بيرو معين حتى سيباراسيون تكون هكاك بطريقة محترمة لأنه الملعب التونسي يبقى معناتها مشكلة مشعبة والاستهلاك مدرسة كروية ومحترمة جدا الحقيقة ما سمعناش من التفاصيل هذه يا وخاصة انه هو رئيس بدأ بالباهي يكمل بالباهي لانه زايد يعني هو عمل الباهي في الملعب التونسي ورجعها لبلاصتها ديكلاراسيون زايد ماشي بلاصتها احنا نقول له ربي يهديك وربما زلت لسان ربما يعتذر سبحان الله كان زلت لسان وقال مش قال باش نعمل ندوة صحفية معناتها نتصور انا معناتها هو التماس خويا بالرسمي معناتها الشخص هذا معناتها عمل الباهي مع الملعب التونسي كيما قال كريم تعب معناتها اسرف ان شاء الله يجي يقول يطلب الاعتذار من الملعبيه حتى لعبت كل نغلطه يلا فصل صغير ورجعين نحكيه على خلينا نقول واحد من والله وين ما نحكي الموضوع هذا ما نعرفش كيفاش باش يتعدى واحد من جماهير ملعب النادي الافريقي عفوا اللي يتعرض للإصابة فصل صغير وراجعين نحكيه وفما نداء استغاثة من واحد من العائلة نتاعه الناس الكل مواصلين في FM زون سبور باش نحكيه على موضوع محب من النادي الإفريقي المحب هذا حسب ما يشهدوا له
صحابه وناس المقربين ليه، معناتها بلغتنا وبلغة الكرة مهبولة متاع نادي الافريقي، يتابع ديما نادي الافريقي، شي تابعها من الاستاد، لكن المحبة ذي نهار ماتش الاتوال مش كيما مشاكي كيما روح، تعرض الأضرار جسدية باش نحكيو عليها، الأضرار هذه بسبب عركة متاع زوز جروبات، معناتها عركة كانت في مباراة سابقة تواصلت للمباراة هذه. شنو ذنبو الواحد من الجماهير هذوما اللي مشى جوست باش يشجع جمعيته؟ شنو ما نعرفو معناتها بلي جوست ديما نقولو تحية لجماهير النادي الافريقي، اللي فما برشا غيورين على النادي الافريقي وبرشا شفنا لي ستاتيو معناتها نتاعهم السنكرو اللي صار، واحد معناتها مش تسمو الحالة، ما تسمو الحالة، حالة بصراحة تبكي تبكي صدقني، حتى في مع الخيام في البرود باش نحكيو فيه الموضوع، ما نتململ كيفاش باش نجم نتناولو الموضوع لأنه موضوع ياسر كريتيك. خلينا باش نمشي مباشرة وناخذ خو المتضرر على دينا الفرشيشي. علي مرحبا بيك. السلام أخوي. مرحبا بيك علي، إن شاء الله لاباس الخوك اسكندر الفرشيشي، واحد من المحبين من الغيورين كما قلنا حسب شهادة المقربين ليه من معناتها على النادي الافريقي. مشى ماتش الاتوال معناتها تعرض لبرشا اضرار، خلينا نقوله به، خلينا نشوفوا كيف برشا اضرار، هاي خلينا نشوفوا كيفاش تلاقيتوا الاخبار، شنو الاضرار اللي تعرض لها، شنو هي الاسباب؟ الاسباب طرح بعد ما وفي خرج هو يعني مع الجمهور، جات في راسه فلان باراشوت، جات على مستوى العين، هاي ما نعرفوش يعني شكون اللي ضرب، هو يعني خارج مع الجمهور مروح بعد ما فات طرح كيما العاده، هو بطبيعته كل طرح يمشي ما هو بالافريقي، هاك تشوف افريقي من وصلته في الاخر، اكيا يعني في تونس نوصل لمرحله الواحد من الجمهور يمشي خارج في جامعته يروح دارهم يعني عينه سقطت كومبليتمون. خلينا نعطي معناتها حسب ما حكينا مع بنت خالتك، معناتها حكى وسام مع بنت خالتك في قبل شويه، معناتها هذوما صححهم لي انت ولا معناتها انسان يمشي يتفرج ماتش كوره ما عادش عنده عين، الجمجمه تدجت، هذا تاثيرات كبيره على حياته مستقبلا، معناتها الحنك نتاعو طاح، ظروفه طاحت، ظروفه طاحت، معناتها كما قال الطبيب خرج بعد الماتش قالهم طفوله تحطم. تحطم خويا، حياته وقفت بالنسبه لنا احنا، كيف كنت تحكي انت كسر في الجمجمة، حنكو طاح، ديجا غدوا العملية الثانية على حنكو، البارح عمل عملية على عينه، تشوهات في الوجه، أضرار ما نحكي لكش، في حالة برسمي قلبك يوجعك لو تشوفه هو كيفاش على الأخر. يعني هذا شيء مشي يتفرج في جامعته ومروح، مشينا عبد توا عبد آخر جملة، شوفوا ما تعرفوش. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، برسمي حاجات يوجع القلب، يوجع القلب، يوجع القلب، حاجات راه ما نحكي لك، راهو في الدار في حاله باهي. شنو هي مطالبكم؟ معناتها اللي جاوكم مسؤولين من النادي الافريقي حكاو معاكم؟ بالنسبه للمسؤولين مازال ما جانا حتى واحد، حكينا كان مع رئيس لجنه الحبيه مازال طلبنا تو ما عندوش 4 ساعة على التالي، ولطفي فيديان حكينا معاه الصباح، هذوما يعني الزوج من الناس اللي حكينا معاه، الباقي الجمهور وحده قاعد يتحرك، نحب نوصل صوتنا احنا، مازال ما فهم حتى شيء، الحاله نتاع السبيطار بالنسبه للقسم اللي هو فيه تو، الطبيب قالنا ما عادش نجم نزيد انا حتى شيء، اللي عليه عملته. ما عادش بكري قال لي ساعه على اخوك وروح بيه. ما عادش احنا نطلبوا من هيئه نادي افريقيا، من رئيس جمعيه سي يوسف العزمي، ماذا بينا كان خويا نقل من السبيطار، خاطر هو تو قاعد خايفين عليه في الريسك، هو قاعد تو ريسك على حياته ديجا اللي صاير فيه، هو يعني احنا خايفين ان نفقدوه هو جنبه. ماذا بينا ينقل حاجه معناتها مساحه خاصه، ما يعني خير اللي هو، خاطر بالنسبه لسان نيكول قسم طب العيون ما عاد قالوا لنا ما عاد نجم نزيدوا معاه حتى شيء، روح اللي علينا عملناه. بصراحه باش نقول لك انا انت طلبت من نداء من رئيس النادي يوسف العلمي، وانا والله العظيم ما انت باش نضم صوتي ليك ونطلب من الناس اللي تسمع فينا، برشا الاكيد يسمعوا فينا عندهم قلوبهم، ما انت مهما كانت الانتماءات، ما انت مهما كان الانتماءات يا ولدي، لا افريقي لا ترجي لا، انا هاني اني ناكد لك من هوني من طرف وباسمي انا ناكد لك اللي السيد يوسف العلمي الليله ما يخليهش، نعرف وانا مليح لا
لانه ان شاء الله ان شاء الله. لا تهنى، انا نعرف الراجل ونعرف المعدن نتاعو، وتو تسمعوا اخر الليل السيد يوسف العلمي او نداء من هوني، لاني انا الرجل ذا نحبه ونحترمه برشا سي يوسف، ونعرفه غيرته وحبه على النادي الافريقي وعلى ابناء النادي الافريقي سواء لاعبين سواء جمهور. الليله بحول الله الطفل ياسين العربي، احنا معناتها كل امريكا نعرفوه ونعرفوه قلبه باهي، وناس كل معناتها نعرفوا الشيء هذا. لكن اليوم كما قال طارق يدي ترجي افريقي الاتوال سي اس اس اي جمعيه اليوم بالله نعاونوا ولدنا 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 ولد تونس، واحد شاب مغروم دوي مشى يتفرج في الـ في الـ في الماتش، شوفوا الاضرار والله حتى نعاود حب نعاود نقراه، معناتها نتقلق انا بالرسمي انا ديجا وليت نرعش بكل تو. يمشيوا يعاونوه الشخص هذايا، هزوا الكلينيك نعرفوا ظروف سبيطاراتنا، نعرفوا معناتها يمشي ما يسالش معناتها عائلته ما همش طالبين الكثير معناتها حاله خاصه اللي نتاعها. احنا ما نستلزمش شيء، احنا بحاجتنا كان صحه خويا هم عملوا معنا الماكسيموم، خلونا راه ما عادش نجم نزيدوا حتى هكا بالحرف. قالوا لكم انت ماذا كان يمشي المساحه خير، مساحه خاصه خير؟ قالوا لنا اي معايا الفرملية ديريكت ما حكيت معايا، قالت لي لهنا ما عادش نجم احنا نلقوا في شيء، ماذا بكم نزلوا الكلينيك. حالته صعيبه. حالته صعيبه يا رب. يعني حالته صعيبه على الاخر، عاد معناها تصور ونفسيته تعبه على الاخر، ما نحكي لك شو في حاله راهو ما قلبك يوقف، ما تنجمش تغزر له اكثر من درجه، ما تبقاش ما تنجمش تبقى معاه اكثر من درجه. معني من الحاله اللي فيها الجمهور يرحم والديهم، كلمونا العبيد الكل يرحم والديهم، العبيد اللي نجم يعاون نعاون. اما زاد معنا حتى شيء رسمي حتى لتو معناها مانيش قادرين، احسن نكذب عليك مانيش قادرين احنا باش ننزلوا الكلينيك. نعرف حكاية في بالي بشويه بالوضعيه، معناتها حتى الوالد معناتها ما يقدرش باش معناتها الوالد الوالد في كرسي ما يتحركش في الدار، يعني صدقني يعني خويا مقيس بس جيتار وهو ما مشى للجنة في الدار. معناها قلت له بالله يا ربي يشفيه يا علي خويا، يا ربي يشفيه علي معناتها انا والله معناتها تو ناخذ نمروك على الخاص ونبعث لك من نمروي الخاص ونحاولوا نشوفوا معناتها نعاونوا باللي نقدروا، نحاولوا نشوفوا عباد تنجم تعاونك وبالله معناتها حتى من اصدقائي ولا حتى من العباد معناتها اللي يسمعوا فينا توا وينجموا يعاونوا معناتها، ولا حتى واحد صاحب مصحه خاصه خويا معناتها كيف ياخذ الكاذيه اون شارج معناتها ما نصورش مش حكايه كبيره برشا، فما طب فما نعرفوا برشا طب زاد ينجموا يعملوا لوبيراسيون بلاش، وان شاء الله يتقيد لهم في ميزان حسناتهم. علي ان شاء الله يا ربي يشفيه، يا ربي يرجع لباس كيما قبل وخير ما قبل، ويرجع للعائله ويرجع يشجع فريقه النادي الافريقي، وان شاء الله ما تسمع كل الخير. بعد شويه حتى بعد ليميسيون تناخذ اون كونتاكت انا وياك علي ونحكيو على شنو نجمو نعملو. هذه يعطيك الصحه علي على التوضيحات هذه الكل، هذه اخرتها بصراحه معناتها واحد يمشي يشجع ما عندناش برشا وقت باش نبارتاجي ولا الحكاية هذه، ممكن في ساعتنا الثانية نعطيكم كلمة كلمة. مش الكالولة صارت ماي مش الكالولة، لكن يا حسرة على استادات هكاهو، يا حسرة على استادات والله نتذكر في كلمة ماشي الأخبار كنت كي نمشي مع عمي في الثمانينات في الاستاد نلبس حواجي اللي أحسن ما عندي في الدار، نلبس حواجي ونمشي كاني ماشي الفرح في الاستاد. واضح نمشي ولا احنا القسم نمشي القسم الأخبار وباش نرجع بعد ما يصير نعطيك كريم وطارق كلمة كلمة ونرجع لك عربي. قسم شيء والقسم الأخبار مع زميلتي أنيسة مكشاح ورجعين EFM Zone Sport، ما تبدلوش الموجة. EFM Zone Sport برعاية